واحد. طيب الله يشهد يعني زي اعطونا الله الله. طيب اعطونا المقطع الموجود عندكم ونبي نشوف رد. ما ارتاح الا في البر، لا من طلعت البر وخذت عزبتي. نبي نشوف المقطع، احنا نبي نشوف المقطع ابو شيء. تكفى يا ابونا ابو شند. ما ادري عاد والله، انا اشوف المقطع انه يشوف نسوقك فنان ومعك واحد الله يذكره بالخير. لا بالله. ايه اعطونا المقطع بالله. ويقول مدرك البر لازم الرحله فيها تغريز ولازم اسمع ما حطيتها بالاول. إلا الوداع إلا الوداع إلا الوداع إلا الوداع إلا الوداع يا لجماله لا ممر ولا طريق لو الذي طيب ابو سعيد عطنا سالفه التغريده هذه من اول اخرها ومن طلع السياره. طيب انا ليش ركزت على من طلع السياره؟ وين اللي دق على راس الرغام؟ يا خلنا من طلع السياره عطنا السالفه كلها. هاي طلع لنا كشته ابو نايف، كلمنا ذاك اليوم تخبر كشتتنا، قال ابو نايف نبغى نكشت عيال، وقال عون انا عندي الكامري حقتي، يقول سيارتي يقول موتر يعرف للبر، والله لا اطلعكم فوق راس النفود يقول. وجيناكم درعمين تونا داخل النفود، ما مشينا تقريبا كيلو الا احنا مغرزين يا ولد، فقدنا الامل طبعا، لا حولنا لا شبكه ولا حولنا شيء، والوضع مدحدر شويه. جاء وقعدنا نحفر نحفر فقدنا الامل، بس جاب في واحد الله يستر عليه علي بن سعيد الله يبيض وجهه، هو اللي طلع الموتر. يا اخي والله ونعم ولد ها شيء عد الصيد عد الصيد عطنا المقطع عليه. طلعت السياره في مقطع من سنابات. طيب ليش حطيت حقت البرايم على هذه من سناباتك؟ هذه وداعيه، هذه من سناباتك، هذه وداعيات عرفت؟ يعني بنودع لكن في الربع الخالي ترى انا هني جنب خط السير. لا في الثمامه، بس كانت مظلمه، كنا بعيد عن الخط، وكان وضعنا وارجع وعيد من طلع السياره. بس من طلع السياره ابو نايف صراحه، ابو نايف السياره طلع. لا والله ابو نايف طلع السياره، بس من اللي حفر؟ من احنا اللي حفرنا موجود في المقطع. انا وعون هو اللي نصيحتي اول شيء مسي على اخوينا عون رويبي، ولا حد يكشت معه ولا حد يطلع معه، ولا هم طلعوا سياره ولا بحافر الثنتين كلها. وغيرته قام تربع في بعض الناس جانا ولا وقف عندنا. ايش اللي شطفنا؟ الله يسامحك. متى انت يا عبيد؟ ما بنا هل انت؟ طيب في سؤال قوي ولازم يجي عندك ابو سعيد. لا حرقت لا رحت فيه كذا من هبل. وسعيد كلمة الجمهور خفشة.